السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من المتوقع ان تتابع الغرفه الجنحيه التلبسيه بالمحكمه الابتدائيه بمدينه بنجرير اليوم الخميس الثالث عشر اكتوبر الجاري محاكمه عون سلطه يشتغل كمقدم حضري بالملحقه الاداريه الثانيه بمدينه بنجرير، بعدما ضبط متلبسا بتلقي رشوه قدرها 500 درهم بدايه الشهر الجاري، وبدات القضيه بتقدم مواطن بشكايه عبر الخط الاخضر لرئاسه النيابه العامه عبر الخط الاخضر. فيها رجل سلطة بتعريضه للابتزاز ليتم نصب كمين للمتهم عبر الاتصال به واستدراجه للحضور لشارع صلاح الدين الايوبي بمدينة بنغرير واعتقاله من طرف عناصر الشرطة القضائية متلبسا بتسلم مبلغ الرشوة وتعود فصول القضية لأيام قليلة فقط قبل الاعتقال حينما اتصلت أرملة أخ المشتكي والتي أخبرته بتوقيف عملية البناء بمنزلها وبمطالبته بالحضور لمقر الملحقة الإدارية وفعلا التحق المعني بالأمر حيث تمت مطالبته بدفع 500 درهم كرشوة لاستئناف أشغال البناء الجارية بمنزل أخيه المتوفى